من هو الشخص الذي لا يغضب إذا أخرجت له لسانك؟ الجواب: الطبيب. له قدمان ولا يستطيع المشي لوحده، فما هو؟ الجواب: البنطلون. أنا ابن الماء، فإن تركوني في الماء مت، فمن أنا؟ الجواب: الثلج. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ الجواب: القلم. أحمر وليس أحمر، أسود وليس أسود، وأبيض وليس أبيض. الجواب: البحر.